صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا بيان. جبت لكم غوسه تاع لي بتي فور اللي تكون سهله ان شاء الله. ونبداو بالمقادير. عندنا 250 غرام زبده طريه اللي نديروها في البيطخا، ولا ما عندكمش بيطخا تقدروا تستعملوا لو باتور الكتريك. دونك الزبده ديالنا نديروها في البيطخا كما راكم تشوفوا معايا، ونزيدوا عليها 125 غرام تاع سكر عادي، يعني اللي هو كاس غير ربع كما راكم تشوفوا هنايا. تبعوا معايا غير الخطوات، نضربوا بيان السكر والزبده ديالنا حتى نتحصلوا على واحد الخليط اللي يكون كريمي كما راكم تشوفوا في الفيديو. ونزيدوا عليهم نص كاس زيت كما راكم تشوفوا، نخلطوا بيان. هي يعني حلوه سهله وتوجد بالخف وتجي بزاف بنينه. دونك كما راكم تشوفوا معايا الخليط اللي تحصلنا عليه، نزيدوا البيض، نزيدوا غير بشويه، ماشي ضربه واحده، غير بشويه كما راكم تشوفوا معايا كيفاش راني نزيد غير بشويه، ونخلطوا بيان سور. هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه من بعد ما زدت البيض. نوري لكم مليح الخليط باش هكا ان شاء الله يخرجوا لك كيما خرجوا لي انا ان شاء الله. نزيدوا 80 غرام ديال مايزينا، ولي 400 غرام اللي هما 400 غرام فارينة، ونخلطوا مليح. ونص مغرفة تاع خميرة كيميائية اللي هي لا ليفور شيميك. لازم الخليط تاعنا يكون طري، وباش نقدروا نديروه في لابوش ادوي. فوالا لابوش ادوي اللي انا استعملتها، اسمحوا لي ولا راني شغل شويه نتلف في الهضره، سي لا بروميير فوا. دونك فوالا نبداو نشكلو في لي بتي فور تاعنا كما راكو تشوفوا في لا فيديو. شكلوا يعني الاشكال اللي تحبوها، كل واحد يشكل الاشكال اللي يحبها هو. انا درت هاد الاشكال اللي مالفا نديرهم كما هاد الشكل اللي يجي طويل، يجي بزاف شباب. تقدروا يعني تلصقوا ميم زوج حبات كيف كيف، ولا تخلوهم هكا كل وحده وحدها، يجوا بزاف شابين. هنا كما راكم تشوفوا معايا راني كملت شكل كاع لي بتي فور تاعي، ندخلهم للفوق يطيبوا. وهنا من بعد ما طابوا خرجتهم من الفوق، نخليهم يبردوا بيان سور بيان. وهنايا نجيبوا شيكولا، الشوكولا انا نحب شوكولا ولي. دونك نتوما ديروا الشوكولا اللي تحبوا، شوكولا نوار شوكولا بلون، ذوبوها حتى تحصلوا عليها هكذا دايبه. ونبداو نديكوري فيهم. هنا انا تكسرت لي باسكو تالمو جاي طريه بزاف وجايين يدوبوا في الفون، دونك ما تخافوهاش. وانا تانا زربتها شويه باسكو ما خليتهاش بردت بيان، نتوما خلوها تبرد بيان. وهذه هي النتيجه اللي تحصلوا عليها ان شاء الله. انتوكا ما تندموش كي ديروها، وديروها وقولوا لي ولا عجبتكم ولا ما عجبتكمش. Et voilà, بصحتكم البنات، à la prochaine, inshallah, au revoir.